عقدت لجان البرلمان العربي على مدى الأيام الثلاثة الماضية اجتماعاتها تمهيداً لانعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والمقرر انعقادها يوم غد السبت بالعاصمة المصرية القاهرة. نعم، وقد شاركت سعادة السيدة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي في اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي، فيما ترأس سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى وعضو البرلمان العربي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة السيدة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى وعضو البرلمان العربي. أهلا ومرحبا بك أستاذة دلال في نشرة الثالثة. ما هي أبرز المواضيع التي بحثتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي في اجتماعها الأول من الدور الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشت اللجنة عدد من المواضيع تمهيدا لرفعها للجلسة العامة قدم، وأهمها العمل على رؤية عربية لمواجهة تغيير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماجه ضمن التشريعات العربية الخاصة بالبيئة. كذلك في إطار تعزيز العمل المشترك وبحضور الأخ السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، تم الاجتماع مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لمناقشة أوجه التنسيق والتعاون بشأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وكذلك الخطة العربية للتربية والتثقيف بشأن تلك الحقوق ومقاصد أيضا الميثاق العربي لحقوق الإنسان ترسيخا لمبدأ حماية الشعوب العربية. وفي هذا الإطار تقدمت بمقترحين وتم الموافقة عليه من أعضاء اللجنة وبدعم من رئيس البرلمان لصياغة مسودة التعاون مع جامعة الدول العربية بما يكفل أطر التنسيق في إعداد الخطط والاستراتيجيات بتعاون مسبق سواء في وضع المضمون والمحاور وكذلك في الصياغة القانونية. أيضا عمل وإعداد خطة برنامج لعقد عدد من البرامج والملتقيات على المستوى الدولي في الهيئات والأجهزة على المستوى الدولي بالذات المعنية في حقوق الإنسان لبيان وضع تقدم تشريعاتنا العربية وتسليط الضوء عليها وآلية الإنفاذ وما حققناه من تطبيقات على أرض الواقع. أيضا تم البحث مسألة كيفية التعامل مع بعض التعديلات للمواد المرتبطة في النظام الأساسي للبرلمان العربي المتعلقة بمدة عمل هيئة المكتب، وتم أيضا الموافقة عليه. فكانت هذه هي في إجملها أهم المواضيع التي تم الموافقة وعرضها على اللجنة. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة السيدة دلال زايد عضو مجلس الشورى وعضو البرلمان العربي.